حضرت اللاعبين بان الاصعب هو لا يبدا دابا، الاصعب من هذه المقابله ديال الحسيمه وانت غادي كيف الرتور يكون حارق، خصنا حنا نتحزموا به. اصابه كانت جميله، حرام هذيك الاصابه ديال الفقيه تماركا وما تكونش اموال الماتش نول. المقابله كان بامكانها باش يكون فيها انتصار الفريق الحريزي، ولكن هارد لك